السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة فيديو جميل جدا وخفيف وحلو قوي قوي، هيعجب ولادكم. هنعمل مع بعض كرات البسكوت بالشوكولاتة، زي ما انتم شايفين الشكل جميل جدا وكمان الطعم خطيرة خطيرة بصراحة. لو عملتوه هتعجبكم وتعجب ولادكم جدا جدا، بس خليكم معايا بقى لاخر الفيديو نشوف التفاصيل ونشوف المقادير ونشوف الخطوات. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. يلا بقى بينا على المقادير. المقادير بقى عبارة عن بسكوت شاي زي ما انتم شايفين، اي نوع بسكوت سادة انت بتحبيه او اي نوع انت بتشتريه يعني. معايا كمان الشوكولاتة مبشورة، دي شوكولاتة خام مبشورة، ودي علبة قشطة. اول حاجة هنعملها مع بعض هنبدأ نفرم البسكوت، هنعمله في الكبة علشان انا عايزاه ناعم. نفرمه كويس جدا زي ما انتوا شايفين انا فرمته خلاص كده، هو بقى جاهز معايا. ونبدأ بقى ان احنا نعمل ايه، نسيح الشوكولاتة دي على حمام مائي ونرجع بقى نشوف هنكملها ازاي. دلوقتي انا سيحت الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين، انا ما سيحتهاش يعني قوي، زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها مش خفيف. كمان هنبدأ نحط على البسكوت الكمية اللي هنحاول نحط كمية ونشوف لو احتاج التاني. وهنحط بقى معانا علبة القشطة، لو كمية البسكوت كبيرة عندي ممكن تزودي القشطة تبقى علبتين، وتزودي كمان الشوكولاتة. هتقلبي كده بالمعلقة كله ببعضه، وهنشوف احنا عايزينها زي عجينة كده متماسكة نقدر نكورها في ايدينا. طبعا انا مش هقدر ان انا اخليها تتماسك ببعضها كده بالمعلقة، فلازم اعجنها بايدي كده اخلي كل الشوكولاتة والقشطة كله كله يدخل مع بعضه والبسكوت. احنا عايزينها عجينة زي ما قلت لكم متماسكة زي دي بالظبط كده زي ما انتم شايفين. هي احتاجت معايا كمان شوكولاتة انا زودتها دلوقتي، طالما هي بدأت تلم معاكي في ايدك يبقى كده تمام كويس مظبوط جدا. هنكورها كلها بنفس الشكل زي ما انتم شايفين، هي هتتكور معاكي بسهولة خالص، مش عايزينها مفتفتة، احنا عايزينها مفرولة يعني، احنا عايزينها تبقى متماسكة كده عشان تقدري تكوريها. اخلص كل الكمية اللي موجودة معايا ونرجع مع بعض تاني. دلوقتي انا كورت الكمية اللي موجودة زي ما انتم شايفين كلها كرات متساوية كده في الحجم تمام. هنبدأ بقى نجيب الشوكولاتة اللي احنا كنا مسيحين على حمام مائي، خدنا منها جزء لفيناه في البسكوت والجزء التاني زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزاها بقى سايحة خالص، هنزودها معلقتين زيت او تسيحي معلقة مكعب زبدة وتحطي عليها وتقلبيهم كده ببعض، تبقى معاكي بالقوام اللي انت شايفاه ده. هنبدأ بقى نحط الكرات دي في الشوكولاتة وهنصفيها كويس جدا كده بشوكة علشان نخلي الشوكولاتة تبقى يعني شكلها حلو من فوق كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا اعمل كل الكرات اللي موجودة معايا دي بنفس الشكل لما نخلص الكمية اللي موجودة. تمام كده، احنا بقى هنسيبها كده في التلاجة 10 دقايق بالكتير لما تمسك معانا الشوكولاتة وتنشف، ونرجع نخرجها تبقى بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، شكلها جميل جدا. هنبدأ بقى ان احنا نزينها بأي حاجة، ممكن جدا تسيحي شوكولاتة بيضة لو موجودة عندك هتديكي شكل حلو. انا حابة ان انا اعمل لها الشوكولاتة البني دي بنفس اللون، بتبقى جميلة جدا زي كرات البسكوت اللي انت بتشتريها من برة، واحسن واطعم كمان. وعملناها كلها بنفس الشكل، هسيبها بقى كمان من 5 لـ7 دقايق كده تمسك وتنشف، ونبدأ ان احنا نقدمها او تبدأ ان انت تاكليها. جميلة جدا، تنفع في اي مناسبة، في اعياد ميلاد، تنفع في خروجة، تنفع لو انت حابة ان انت تعملي زيارة لحد، جميلة جدا جدا وخفيفة وطعمها تحفة. اتمنى النهاردة يكون الفيديو كان خفيف عليكم وعجبكم، وياريت بقى تجربوه وما تنسوش اللايكات والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ودلوقتي انا هقطع معاكم بس واحدة هنشوفها من جوه عاملة ازاي.
طعمها خطير جدا يا بنات، حلوه جدا جدا، هتعجبكم وتعجب ولادكم. بس جربوها، وبس اللي يجربها يقول لي رايه ايه. ويا ريت ما تنسوش بقى يا جماعه الاشتراك واللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.